تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح البري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تمنع دخول هذه المساعدات، ما يفاقم من الأزمات الصحية والإنسانية داخل قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أجدد الترحيب بحضراتكم من أمام بوابة معبر رفح البري. لازالت الأوضاع كما هي فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، لم يدخل أي من المساعدات اليوم سواء كانت غذائية أو طبية، فقط 4 شحنات للغاز هي التي دخلت لمنفذ كرم أبو سالم، ولم يستقبل المعبر اليوم أي من شحنات رغم تجهيز مصر لعدد كبير من هذه الشحنات سواء كانت الإنسانية أو حتى شحنات الوقود. الأسباب التي تعود إلى منع الاحتلال الإسرائيلي هو الإجراء المتواصل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في منفذ كرم أبو سالم بمنع دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. السبب الآخر أيضا هو استمرار العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية والقريبة من المناطق الشرقية لمنفذ كرم أبو سالم، فبالتالي يؤثر بالسلب على تأمين هذه المساعدات. ربما السبب الآخر أيضا هو مظاهرات الإسرائيليين أمام الشاحنات، وهذا ما أشارت إليه الخارجية الأمريكية بأن هناك مشاكل كبيرة تواجه دخول المساعدات الإنسانية منها مظاهرات الإسرائيليين. وبالتأكيد منع دخول المساعدات يفاقم الأزمات الصحية والإنسانية، خاصة فيما يتعلق بعمليات النزوح، وهذا ما أشارت إليه وكالة الأونروا اليوم بأن هناك ما يقرب من 65,000 فلسطيني يلتجئون داخل مدينة رفح الفلسطينية، ومنذ 6 أسابيع كان هناك أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، لكن العائلات تضطر دائما إلى النزوح والبحث عن أماكن آمنة، لكن للأسف لم يعد هناك أي مكان آمن داخل قطاع غزة. وفيما يتعلق أيضا بالأزمة الصحية التي تتفاقم، عبر عنها ممثل منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة وأكد أن هناك ما يقرب من 10,000 حالة يحتاجون إلى الإجلاء الفوري خارج قطاع غزة للعلاج. وهنا جدد المطالبة بضرورة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني أو إيجاد آلية لنقل المصابين والجرحى لعلاجهم خارج القطاع. وفي هذا الصدد أيضا أشارت الخارجية الأمريكية بأنها تعمل مع حكومتي مصر وإسرائيل للعمل على عودة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ولكن بالتأكيد مصر لازالت متمسكة بالانسحاب الكامل من معبر رفح الفلسطيني للقوات الإسرائيلية. أخيرا أؤكد على تواجد كل الأطقم الصحية وهيئة الإسعاف المصرية داخل بوابة معبر رفح من الجانب المصري، وقد شهدتهم اليوم داخل هذا المعبر يستعدون وعلى أتم الاستعداد في حال فتح المعبر من الجانب الآخر. ونحن نتحدث عن مرور اليوم 43 لإغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لكن في حال عودته في أي وقت مصر مستعدة لتقديم كل الخدمات الصحية والعلاجية للأشقاء داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.